مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس نجاح الإصلاح الاقتصادي بفضل دعم الشعب. شفيق ينسحب من رئاسة الحركة الوطنية. نائب لزميله بنيجي نبوس ونمشي. وزير الدفاع يستجيب لمناشدة أم في المصري أفندي. وإليكم تفاصيل النشرة. الاستقرار السياسي يعكس إرادة شعبية حقيقية في الإصلاح، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد يضم ممثلين عن 26 صندوقا إقليميا وعالميا للاستثمار للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي المصري والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى أن المواطن المصري هو صمام الأمان للدولة المصرية وأن خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي تقوم بها الدولة ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها وتحمل أعبائها، موضحا ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة، مشددا على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين. هذا وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الانتمائي العالمي تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.2% في 2017 ليصل إلى 5% بحلول عام 2019، كما توقعت تراجع نسبة عجز الموازنة للاقتصاد المصري لتسجل 8.5% خلال العام المالي، مشيرة إلى أن لدينا نظرة اقتصادية مستقبلية مستقرة بشكل عام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كنتيجة لنمو الاقتصاد العالمي. أحمد شفيق ينسحب. فقد أصدر الفريق أحمد شفيق قرارا بتفويض اللواء رؤوف السيد في صلاحيات رئيس حزب الحركة الوطنية وإعلانه ممثلا للحزب أمام كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة. وكان الفريق شفيق قد عقد اجتماعا مطولا مع قيادات الحزب فيما لم يعلن الحزب موقفه من انتخابات الرئاسة والمرشح الذي سيتم دعمه عقب غلق باب الترشح. مشادة كلامية في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، فقد انتقد النائب سمير موسى عدم جدية الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة مطالبا بتكليف أحد الوكيلين بمتابعة التوصيات مع الجهات التنفيذية وإبلاغ النواب في الاجتماع اللاحق قائلا بنيجي نبوس بعض ونجتمع ونمشي، فيما رد عليه النائب فوزي فتي أمين سر اللجنة قائلا سبق وأن التقيت مع وزراء المالية والتخطيط ورئيس الحكومة بشأن زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الشباب، حضرت العديد من الاجتماعات للجنة للخطة والموازنة وتم بالفعل زيادة الاعتمادات بقيمة 70 مليون جنيه. بمبادرة إنسانية كريمة استجاب وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي لمناشدة الحاجة ليلى من المنصورة التي حكت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ضمن برنامج المصري أفندي مأساتها الإنسانية، وقالت الأم المكلومة أن ابنها توفي الشهر الماضي في حين أن ابنها الثاني وهو طبيب جراح يعاني من تليف رئوي، وناشدت الأم وزير الدفاع علاج ابنها في الخارج، وجاءت الاستجابة سريعة من الوزير لتخفف من معاناة الأم وابنها. الحاجة ليلى من الدقهلية في فقرة هموم الناس تواصلت معنا وقالت أن لديها ابن عميد بحري مات منذ شهر ولي أخ طبيب جراح لكن يعاني من تليف رئوي، وناشدت السيد وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي أنه يتكفل بعلاجه سواء داخل مصر أو خارجها، وقد تواصلت معنا وزارة الدفاع عقب مكالمة الحاجة ليلى من الدقهلية وتم إرسال كافة التفاصيل اللي تتعلق بالحاجة ليلى، كل التمنيات بالشفاء لابن المواطنة ليلى والشكر الجزيل للسيد وزير الدفاع على سرعة استجابته الإنسانية لشكوى المواطنة ليلى.
حاخام يهودي يشارك في نصرة القدس. فقد وصل أمير هيرش زعيم حركة ناتوري كارتا من تل أبيب للمشاركة في مؤتمر الأزهر الشريف لنصرة القدس. يذكر أن حركة ناتوري كارتا هي إحدى الحركات الدينية اليهودية الرافضة للسياسات الإسرائيلية ومواقف وقرارات الحكومة بحق الفلسطينيين، كما ترفض فكرة اعتبار إسرائيل دولة دينية وخطط تهويد القدس. هذا وينطلق المؤتمر الأربعاء برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة يومين بحضور ممثلين عن 86 دولة. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.